تعاطت القوات ببرودة تامة مع عودة سعد الحريري المؤقت لبيروت على عكس أوساط التيار الوطني الحر اللي كانت بطليعة المرحبين. لم يعرف إذا كان الرئيس نبيه بري صرف النظر عن الجلسة التشريعية أم يعمل لتأمين النصاب لاحقاً بمن حضر. على الرغم التفاصيل اللي يوردها محللون، أكد مصدر رفيع أن مداولات مؤتمر باريس مغايرة لما يقال.